قبل مباراة الإخوة الأعداء، مباراة ساخنة بين الإمارات وقطر، والشرطة تصدر بلاغ. دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى التحلي بالأخلاق الرياضية، وذلك عشية انطلاق المباراة، وهي مباراة الدور قبل مباراة نصف النهائي للنسخة 17 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في الإمارات بين الإخوة الأعداء الإمارات وقطر. ونشر الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي تغريدة على موقع تويتر دعت فيها الجمهور إلى التحلي بالأخلاق الرياضية والتشجيع بأسلوب حضاري داخل وخارج الملعب عبر وسيلة التواصل الاجتماعي والابتعاد عن التغريدات السلبية. وتسبق هذه المباراة المواجهة الثانية ضمن الدور ذاته، ستجمع بين منتخبي إيران واليابان غدا الاثنين على ملعب هوزع بن زايد بمدينة العين. يذكر أن العلاقات بين البلدين مقطوعة منذ أكثر من سنة فيما يعرف بدول المقاطعة لقطر التي تضم كل من الإمارات والبحرين والسعودية ومصر.